السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله احنا هنكمل مع بعض مراجعتنا لاختبارات الإفي. لسه مكملين الشغل بتاعنا في مادة الرياضة اللي هي الماس. تعال نشوف بقى النهاردة الدرس بتاعنا بعنوان ايه. النهاردة هنراجع مراجعة بسيطة جدا في موضوع سهل قوي اسمه حساب المثلثات. تمام، واحد من اسهل الدروس اللي عندنا في الرياضة. تعال نبدأ كده نشوف. ان شاء الله هنقسم شغلنا في حساب المثلثات لنوعين من الشغل او نوعين من المسائل. اول واحد اللي هو التمارين اللي هتكون مرسومة او بتعتمد على علاقات بسيطة للمثلثات اللي احنا كلنا عارفينها. النوع التاني اللي بيتسمى اناليتيك او تحليلي، ده بيتحل بقوانين. غالبا مش هتكون المسألة فيه مرسومة، دي بتكون قوانين او زي ما بنقول اثباتات يعني. دي بتكون المسألة فيها النوع الأولاني المسألة مرسومة، النوع التاني المسائل بتعتمد على قوانين وبتكونش مرسومة. بلاش نضيع وقت، تعال نبدأ في أول نوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قدامنا مثلث قائم الزاوية، في زاوية اسمها ثيتا، اللي تحت الزاوية اللي قدامك اسمه المجاور، والمقابل اللي هو قدامها اللي قدام الزاوية اسمه المقابل، والوتر بتاع المثلث، الوتر ده هو اللي بيقابل الزاوية 90 درجة. تمام، ده بالنسبة للناس التعليم الحكومي اللي زي حالاتي. اما طبعا اخواتنا اللي احنا عارفين ان هم ايه، بياكلوا برينجلز اللي قلنا عليهم قبل كده، بياكلوا برينجلز ايه بنفسجي، اللي هم طبعا مش عارفين الاسامي دي بالعربي، انا هقولها بالعربي وهقولها بالانجليزي وهكذا، هنقولها بكل اللغات يعني. اول حاجه انت عندك الزاويه اللي جنبها ده اسمه الادجيسنت، الادجيسنت ده اسمه المجاور، عشان لما تسمعني بقول مجاور تبقى انت عارف قصدي ايه. الاوبوزيت بتاعها اللي هو المقابل، الهايبوتنس ده هو اللي اسمه الوتر اللي هو بيقابل الزاويه 90 درجه. في عندنا ثلاث دوال اساسيه، ده اللي اسمها ساين، ده اللي اسمها كوزاين، ده اللي اسمها تان. الساين هي عباره عن المقابل على الوتر. الساين دي اللي هي اسمها جا، اللي هي اسمها جيب الزاويه لو انت فاكر في اولى ثانوي. الكوساين او الكوزاين هو عبارة عن المجاور على الوتر اللي اسمها جتا او جيب التمام. التان هي المقابل على المجاور اللي اسمها ظا او التان او ظل الزاوية. الكوسيك، في عندنا بقى الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم ساين وكوساين وتان ليهم مقلوب. اول واحدة الكوسيك ده مقلوب الساين، يعني واحد على ساين، والواحد على الكوزاين ده اسمه سك، والواحد على التان اسمه كوتان. تمام، دول القواعد البسيطة اللي انا ممكن اكون مش محتاج ان انا ابص حتى في الريفرنس، حتى لو موجودين في الريفرنس الموضوع مش محتاج. تعال نشوف اللي بعده. هنا عندك في قانون اسمه قانون الساين وفي قانون اسمه قانون الكوساين. تعال نشوف الفرق ما بين الاتنين. اول قانون اللي هو بتاع الساين بيقول لك ايه، حاصل اسمة اي طول ضلع في مثلث على ساين الزاوية المقابلة ليه، ماله بقى؟ يفضل مقدار ثابت. يعني أي مثلث عندك هتجيب طول المثلث وتقسم على ساين الزاوية اللي قدامه هيفضل رقم ثابت. القانون التاني بقى اللي هو قانون الكوساين بيقول لك إيه، مربع طول أي ضلع في مثلث هيساوي مربع طول الضلع الأول زائد مربع طول الضلع التاني ناقص 2 طول مضروب، ناقص 2 دي مضروبة في طول الضلع الأول مضروبة في طول الضلع الثاني مضروبة في كوساين الزاوية اللي بين هذين الضلعين. تمام كده، يبقى أنا عندي في قانون اسمه قانون الساين وفي قوانين تانية اسمها قوانين الكوساين، موجود قدامك في المثلثات اهي. نشوف اللي بعد كده. في فرق بين حاجة اسمها التقدير الدائري اللي هو الريديان، وفي تقدير تاني اللي هو بالدرجات. الدرجات ده اللي هو بتشوفه في المنقلة 30 درجة 40 درجة وهكذا. في معلومة ممكن تحتاجها اثناء بعض المسائل، ان الباي تقابل 180 درجة، يعني الباي كأنها بنعوض عنها ال 180 درجة هم بواحد باي. تمام كده، نشوف اللي بعدها. اللي بعدها طبعا دي القوانين، احنا اتفقنا قبل كده اي قوانين في برواز لبني يبقى دايما من الريفرنس بوك. تمام، بالريفرنس بوك يعني مش محتاج ان انت تحفظها، وهتكون موجوده معاك اونلاين ان شاء الله في الامتحان. مش هحفظها خالص لكن هبقى عارف مكانها فين في الكتاب، ده المهم، وعارف استخدمها ازاي وكل واحد فيهم بتاع ايه. القوانين اللي قدامك دي قوانين اناليتيك، احنا كده دخلنا في النوع الثاني اللي هو الاناليتيك، اللي ممكن تجي لك المساله مش محلوله، مش مرسومه قصدي،
وانت اللي هتحلها عن طريق القوانين دي. تعال نشوف كده مع بعض السلايد اللي بعده، نخش بقى نحل في الامثله. اول مثال على النوع الاولاني، المساله مرسومه قدامك اهو، اللي قدامك دي صاموله، تمام؟ صاموله يعني نط، ده عباره عن شكل سداسي. الشكل السداسي من خصائصه ان الست زوايا قد بعض وكل زاويه فيهم ب 120 درجه. طول ضلع اللي قدامك كل ضلع فيهم ب 8 مللي، عشان كده هم 6 قد بعض والست زوايا كمان قد بعض وكل واحده ب 120 درجه. المطلوب هنا ايه؟ اوجد المسافه اللي قدامك اللي اسمها اكس، واوجد المسافه اللي قدامك او البعد اللي قدامك اللي اسمه واي، هو ده المطلوب. طيب تعالى بالراحه كده نبص في الرسمه. تمام، عندك على الرسمه انا عملت حاجه اسمها ايه سمول، الاي دي هي النص بتاع المسافه اللي اسمها اكس، وعندك في الزاويه 120 نصها هتبقى الزاويه 60. تعال نبص بقى على المثلث المتظلل قدامك ده. في المثلث المتظلل عندك فيه 8 ده الوتر بتاعه، والزاويه 60 اهي قدامك بيقابلها الاي سمول، يبقى حسب القانون عندك الاي هتساوي 8 في ساين 60، عشان ساين اي زاويه بيساوي المقابل على الوتر. طيب لما يكون بقى عندك ان الاي طلعت برقم، يبقى الاكس اللي قدامك دي لو انت شايف الاكس ده عباره عن ايه؟ ضعف الاي، 2 من الاي. طب يبقى الاكس تساوي 2 من ايه؟ يبقى هتساوي 13.9 من 10 ملي متر. طب نفس الطريقه هنجيب الواي. الواي هتبص عليها بقى حسب الرسم اللي قدامك، الواي هي عباره عن طول ضلع من الشكل السداسي يعني 8 مللي، وعندك في حته على اليمين وفي حته على اليسار كل واحده فيهم اسمها بي سمول. يبقى احنا الاول نجيب بي سمول وبعدين ربنا يسهل. تمام، يبقى الواي هتساوي 2 بي زائد 8، البي الواحده هتساوي 8 في كوساين 60. جت ازاي؟ الكوساين هي المجاور على الوتر. تمام، يبقى الواي هتساوي 2 في 4 زائد 8 تطلع ب 16 مللي. تمام، سهلة المسألة مفيش فيها حاجة. تعال نشوف اللي بعدها. تعال نحل مسألة بقى على الأنواع التانية اللي هي الأناليتيك، اللي هي ممكن تجي لك المسألة مش مرسومة، هيبقى شبه كأنها إثبات أو بصراحة بيبقى اسمها اختصار سمبليفاي. هناخد مثال بسيط هنا، عاوز تختصر المقدار اللي قدامنا. تمام، اول حاجه بيقول لك ادي القواعد اللي احنا هنستخدمها، موجوده قدامك القواعد. هنا فكينا السك الى واحد على كوزين، تمام، واختصرنا. لما اختصرنا اتبقى واحد على تان. طب هو واحد على تان ده اسمه ايه؟ واحد على تان ده اسمه كوتان. يبقى الاختيار الصح هو كوتان، اللي هو الاختيار رقم بي سمول. تمام، نشوف اللي بعده. مثال برضو تاني من نوع اللي هو اناليتيك، بيقول لك ايه؟ ايا من هذه التعبيرات او العبارات هو بيكافئ الاكسبريشن التاني، يعني سؤال اختصار. عاوزين نختصر المقدار اللي قدامنا، القواعد اللي احنا هنستخدمها هي قدامنا موجودة اهي. هنقوم قايلين هنفك الكوسيك الى واحد على ساين، والتان هيساوي ساين على كوزاين. الخطوة اللي بعدها اختصرنا الساين في البسط والمقام، يعني فوق وتحت، وحذفنا المقام كوزاين زي ما حضرتك شايف، أصبح الناتج كوزاين تربيع. كوزاين تربيع اللي هي واحد ناقص ساين تربيع. القانون ده موجود عندك في الريفرنس بوك، إن أي زاوية في الدنيا ساين تربيع زائد كوزاين تربيع بتاعها المجموع بيطلع بواحد صحيح. اللي بعده سمبليفاي برضو، عايزين نختصر. اولا انت عندك المسائل دي بيبقى ليها كذا طريقة فك او كذا طريقة حل، اي دخلة فيهم هتبقى صح ان شاء الله توصلك في الاخر. هنا انا عملت ايه؟ قمت قايل ان السك اللي قدامك دي عبارة عن واحد على كوساين، اصبح البسط بواحد صحيح، اختصرتهم سوا. طيب وعندك واحد على تان، واحد على تان ده اللي هو مين؟ اللي هو كوتان، بس كده. يبقى في الحالة دي الاختيار بتاعي هو كوتان فيتا. بس كده احنا نكون غطينا التوبيك بتاع حساب المثلثات. زي ما حضرتك شايف هما نوعين، مسألة مرسومة ساين وكوزاين وحاجات زي كده، وتبص مين المقابل ومين المجاور ومين الوتر والموضوع انتهى. النوع التاني الاناليتيك قوانين، والقوانين انا مش محتاج احفظها، احنا كنا في اولى ثانوي وحافظينها على فكرة.
دلوقتي مش محتاج تحفظها، كلها موجودة عندك في الريفرنس بوك، مطلوب منك بس تتمرن عليهم كده وتقراهم وتعرف كل واحد مكانه فين واستخدامه ايه. عشان تتمرن اكتر في مسائل اضافية ان شاء الله عايزك ترجع لها للامثلة المحلولة. طبعا كل الامثلة محلولة عشان عندي ثقة عمياء، طبعا من عمر ما احط مثال وما يكونش محلول. كل الامثلة محلولة عندك في الفيديو اللي اسمه FE exam math solved 1، اللي هو اسمه الملف اللي انت كنت قلت عليه الملف اللي من غير صوت، الملف الساكت ده، تمام؟ عشان يوصل لك الفيديو الجديد ان شاء الله بتاع المرة الجاية. ما تنساش تشترك في القناة على اليوتيوب لو انت لسه ما اشتركتش. ما تنساش تشارك اصحابك الفيديو او تشاركهم بالقناة بتاعت اليوتيوب او الجروب بتاعنا على الفيسبوك، تمام؟ لو حسيت ان الموضوع بالنسبة لهم مفيد بتاع الاف اي، او حتى لو البي ام بي كمان، احنا في فيديوهات كتيرة برضو على القناة عن موضوع شهادة البي ام بي. لما تضغط لايك على الفيديو تحت الفيديو اللي حضرتك بتتفرج عليه، طب لما تضغط لايك هيتحفظ عندك، ممكن بقى ترجع له في اي وقت بعد كده بكل بساطة. اي فيديو انت بتعمل له لايك بيبقى في لايك فيديوز، ممكن ترجع لهم في اي وقت. اي استفسار او اي طلب عن موضوع الاف اي يا ريت يكون في كومنت تحت الفيديو هنا في يوتيوب، عشان كل الناس تشوف الاستفسار بتاع حضرتك وتشوف الرد كمان، يبقى فيها استفادة اكتر كمان من موضوع الفيسبوك في الحالة دي. الموضوع الجاي بتاعنا ايه هنعرف دلوقتي. بالنسبة للفيسبوك احنا عملنا صفحة خاصة بمراجعة الاف اي بس، بعيد عن موضوع شهادة البي ام بي عشان الناس بدأ يحصل لها تشوش. الصفحة زي ما حضرتك شايف اهي على الفيسبوك اسمها اف اي اكزام دكتور ايمن. صفحتنا دي هيبقى فيها المراجعة والشرح، وفي بالنسبة للناس اللي سألت على الماتيريال والكتاب اللي هنذاكر منه وكتاب المسائل وكتاب الريفرنس بوك نفسه، كلهم ان شاء الله تخش على صفحة الفيسبوك دي، احنا حاطين عليها كل الماتيريال اللي محتاجينها واحنا شغالين فيها مع بعض ان شاء الله. المرة الجاية هناخد ايه ان شاء الله؟ استكمالا في مواضيع الرياضة هناخد عندنا درس الاعداد المركبة الكومبلكس نمبرز، وهناخد اللوغاريتمات اللوغاريزمز ان شاء الله المرة الجاية. اتمنى النهارده ان شاء الله ان احنا نكون غطينا موضوع حساب المثلثات، هو موضوع سهل جدا مفيش فيه حاجه، وربنا يسهل ان شاء الله وبالتوفيق. اتمنى لكم اجازه سعيده وكل سنه وحضراتكم طيبين. كان معاكم ايمن اسعد، شكرا، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.